سنة 78 كنت ساكن في لندن. أنا إجا عندي عمي وصديق وحبيبي حكمة المصري، إجا بقول لي إنه شو رأيك بدنا نعمل من كلية النجاح بدنا نعملها جامعة، شو رأيك؟ قلت له أنا خلينا أطلع شو عندي. فسألت البنك وهذا، قال له في عندك 2,000,000 دينار. فقلت له وقتها بدي أتبرع بنص ما عندي منشان أبني كلية هندسة. حلو لما يكون عندك فلوس إنك تقدر تعمل.